سيب الباب مفتوح. لا مقفول. لا مفتوح. مقفول. مفتوح. مقفول. مفتوح. مقفول. وحتى لو كان مفتوح انا قلت لك قبل كده ما تعملش فيا الحركه دي، كل مره بتخش عليا بتخضني الخضه دي. بعدين تعالى هنا اقعد. ايوه يا ستي في ايه؟ حاضر. ادي يا حبيبي. انت كنت مختفي فين اليومين اللي فاتوا دول؟ انا زعلانه منك. اولا ما اقدرش على زعلك. احنا مش كنا المفروض نروح نتعشى مع بعض بمناسبه الصور اللي اتباعت وانت فص ملح ودب؟ ايوه ما انا عندي شغل، والشغل بتاعي محتاج تجهيزات وترتيبات وحاجات كتير. معاك حق، وهو كل قاتل محترف لازم يدرس ويخطط ويتكتك للفريسه بتاعته عشان لما يجي ينقض عليها ينقض عليها بمزاج. ما تيجي اجرب معاكي؟ لو النبي، عشان خاطري سيبني لحد بكره. اشمعنى بكره يعني؟ عشان النهارده نفسي تاخدني وتخرجني، وبليل عايز اعزمك على العشاء في الحته اللي انت تختارها. انا موافق، بس بشرط. ان احنا نتعشى هنا. ليه بقى ان شاء الله؟ عايز توفر لي؟ لا. ها؟ عشان بصراحه انا برتاح هنا قوي، وفي نفس الوقت اكلك طعم قوي قوي، ونفسك في الاكل تحفه. يا سلام، بعد الكلام الحلو ده ما عنديش حاجة تانية أقولها غير أمرك يا مولاي. أيها الملك السعيد ذو العقل الرشيد. يا لهوي يا غنيم، ده أنا زوغت منهم بقدرة قادر. بس يكون في علمك أنا هخف رجع للشقة دي. ما هو مش كل مرة تسلم الجرة. غنيم، التليفون بيرن رد ولا إيه؟ لا استنى استنى، لتكون هي. الو. ايوه يا غنيم. ايوه يا ام رايه، وحشتيني. ايه الاخبار؟ اخبار كويسه قوي وزي الفل. قدامنا فرصه بس مش عايزينها تضيع مننا، هنحقق كل اللي نفسنا فيه. طب احكي، انا سامعك. لا لا، اكرم دلوقتي ممكن يطب عليا في اي لحظه. انا بكره الصبح هعدي عليك. وانا هستناك على نار، ما تتاخريش عليا. ماشي يا غنيم، سلام. ايه هيحصل؟ هتروق وتحلى ابو السيد. طب هو اللي اسمه فتحي ده يا غنيم ممكن يكون عنده خبيره كويسه؟ اكيد. عيل زي ده مش هيحط فلوسه في بنك، وحتى لو مفيش خميره كفايه اهو اللي يجي منه احسن منه، بدل الاشفره اللي الواحد فيها دي. وفي اللي اهم من الفلوس يا سيد. وفي اهم من الفلوس يا عم غنيم؟ نشفي غليلي. حصره اني دخلت جوه بيته وسرقته. لا، ومين اللي ساعدني؟ مرات اخوه النخة. يعني سرقه وحصره وجرسه. والباقي اصلا ما سيد. اعوذ بالله منك يا شيخ، ربنا يكفينا شرك يا شر خلق الله. والله يا هانم انا سعيده اني سمعت صوت حضرتك. يا حبيبتي انا اللي اسعد، وعشان تعرفي غلاوتك عندي يا ساره، انا قلت للشريف يعزم كل زمايله الا ساره، انا اللي لازم اعزمها بنفسي. اشكرك، ده شرف كبير ليا والله. ميرسي يا حبيبتي، ويا ريت يعني لو وقت سياده اللواء يسمح انه يجي لنا يا ريت يشرفنا معاكي. سياده اللواء؟ سياده اللواء مين؟ باباكي يا روحي. يا ريت بقى تبلغي تحياتي وتقولي لي هبقى سعيده جدا جدا لو شرفنا معاكي. ايوه بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك ان مش ايه يا روحي؟ ايه؟ مش هيعرف يجي يعني؟ معقوله يا ساره؟ انت برضو تعرفي تقنعيه؟
انا مستنياكي انت وسياده اللواء يوم الخميس. اوكي يا روحي، يلا باي باي. ايه يا ساره، في حاجه في الشغل ولا ايه؟ لا يا بابا، ما فيش حاجه. الله، امال ايه حكايه سياده اللواء دي اللي انت كنت بتتكلمي فيها؟ لا ده ولا حاجه. وبعدين يا بابا، ده انت عندي بمليون ليه؟ ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي، وقبل ما نفرح انا وامك بيكي وانت لواء قد الدنيا. انت عارفه انا لسه كنت بتكلم مع والدتك دلوقتي وبقول لها ان انا قلبي حاسس ان ساره دي هتوصل لاعلى الرتب. وقعدت انا وماما ندعي لك وندعي لك وندعي لك. يا رب ما يحرمني من دعائكم ابدا يا بابا. ها برهان، عملت ايه مع سراج؟ اتفقت معاه واديته عربون. وعرفت ميعاد التنفيذ؟ ها؟ ميعاد التنفيذ عرفته؟ ها؟ امتى؟ يوم الخميس الجاي. كويس قوي. كده لازم نخلي مختار يحجز لنا في افخم مطعم في مصر، ونبتدي نعزم الناس من بكره. عايزين ليله الخميس دي كل الناس تتكلم عنها. طبعا. بصحتك. ما ينفعش دي قهوه. حلوه يا برهان، حلوه. تصدق فعلا الفكره دي حلوه قوي. ما هو مش معقول هنسيب طارق ونورهان كده ونقف نتفرج عليهم. انت ناسي ان هما اصحاب احلى حاجه حصلت لي في حياتي؟ اللي هي ايه؟ ايه ده؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ناسي ان هما اللي عرفوني عليكي وان هما سبب جوازنا؟ حبيبي. بس الحكايه دي لازم تتظبط كويس قوي، لان لو واحد جه والتاني ما جاش كل حاجه ممكن تبوظ. لا، انت عليك طارق وانا عليا نورهان، وسيب الباقي على ربنا. خلاص، كلمي انت نورهان على يوم الخميس، وانا بقى ربنا يعيني على سي طارق ده. يا رب. صباح على خير. وانت من اهل. لا بجد، تسلم ايدك يا كارما، الاكل يستر. الهنا والشفا. قوم بقى اعمل لك كوبايه شاي عشان تحبس بيها. ماشي، ناخد دول معانا بمره. يلا. أمم